مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من القاهرة. قطار التنمية يسير على قدم وساق في مصر بعدد من المحافظات ضمن عدد من المبادرات الرئاسية والحكومية، في مقدمتها مبادرة حياة كريمة. هكذا نحو 3 أعوام أو أكثر مرت من عمر هذه المبادرة البارزة، هذه المبادرة التي تعد الأكبر على مستوى العالم من أجل صياغة تنمية تخوض بها مصر تحديات وآفاق جديدة، وتتخطى من خلالها عددا من الصعوبات الاقتصادية، وتبدأ بها عاما جديدا بدءا من العام القادم، يعد هو العام الرابع لهذه المبادرة حياة كريمة. تصوغ من خلالها مشروعات تنموية بارزة، وتحقق من خلالها العديد من الإنجازات على مستوى المحافظات وخاصة في المدن والريف والقرى. أبرز هذه المشروعات ما تبعناه بالأمس، حيث تفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي وقام بافتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة الدقهلية المصرية ضمن مبادرة حياة كريمة وغيرها من المشروعات والمبادرات التنموية التي تنتشل شريحة ليست بقليلة من سكان العشوائيات والقرى والمناطق الأكثر احتياجا، لتبدأ معهم مرحلة بارزة من النجاحات والتقدم على الصعيد الاقتصادي. كما تابعنا بالأمس أيضا، كانت هناك مجموعة من المشروعات التي قام الرئيس السيسي بافتتاحها بمدينة الحصص بمحافظة الدقهلية، حيث تفقد أيضا الجامعة الجديدة والمشروعات السكنية التي تم افتتاحها على مسافة 15 كيلو مترا على شاطئ البحر المتوسط. هذه المدينة التي تعد من أهم المدن المصرية من الجيل الرابع التي تنطلق بها إلى آفاق التنمية. هذا الموضوع سيكون محور لنقاشنا ووقفتنا الحوارية في هذه الحلقة، لكن نبدأ بمتابعة لمجموعة من الأخبار، حيث أكد سامح شكري وزير الخارجية خلال مشاركته في منتدى حوارات روما المتوسطية المنعقد بالعاصمة الإيطالية أن إمكانيات مصر كمركز إقليمي للطاقة هائلة، وهو الهدف الراهن لتصبح مصر مركزا عالميا للطاقة. كما أشار إلى أن مصر تملك شراكات اقتصادية دولية لدعم النمو والتنمية بها، مضيفا في جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى روما أن مصر عبرت عن المصالح الإفريقية في مؤتمر المناخ، وأن مصر في مشهد جيوسياسي متغير في ضوء التطورات الدولية الراهنة. يأتي المنتدى ضمن تعزيز جهود مواجهة التحديات المشتركة اتصالا بالتطورات الدولية الراهنة. كان وزير الخارجية قد التقى الفرولاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد في مقر الصندوق في روما، مؤكدا تطلع مصر لتعزيز النشاط التمويلي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية لدعم مشروعات التنمية الزراعية. شكري أشاد بالجهود التي بذلها الصندوق لحشد الالتزامات لبرنامج نوفي الذي أطلقته الحكومة المصرية مؤخرا خلال مؤتمر المناخ، كما رحب بإطلاق مشروع التحول المستدام للموائمة الزراعية في صعيد مصر على هامش مؤتمر المناخ الذي شارك فيه وفد الصندوق. أكد السفير حسام زكي الأمين المساعد لجامعة الدول العربية أن الدول العربية تسعى للحفاظ على توازن صعب في علاقاتها الدولية في ضوء ما فرضته الحرب في أوكرانيا من تحديات ومشكلات. أضاف السفير حسام زكي خلال الجلسة الأولى لمنتدى حوار المتوسط في نسخته 8 أن الدول العربية تنحاز إلى جانب القانون الدولي والشرعية الدولية، خاصة وأنها تنادي منذ عقود بضرورة حل القضية الفلسطينية على أساس مبادئ القانون والعدالة. عقدت الجلسة بمشاركة وزراء خارجية الجزائر والأردن وإيطاليا، وركزت على الآثار المختلفة للحرب في أوكرانيا. نتحول إلى موضوع آخر. أظهر العرض الجوي المصري البريطاني بمدينة سهل حشيش بمدينة الغردقة مدى براعة القوات الجوية للبلدين في أداء العروض بمهارة كبيرة. يشارك في العرض فريق الألعاب الجوية البريطاني السهام الحمراء وفريق الألعاب الجوية المصري النجوم الفضية، إضافة إلى فرق القفز الحر والدلتا من قوات المظلات المصرية. شهد العرض كل من وزير الطيران المدني ورئيس مجلس الشيوخ ومحافظ البحر الأحمر ومحافظ قنا والفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية
إضافة إلى لفيف من قادة القوات المسلحة، وكذلك مارك ماديسون مسؤول التدريب بالقوات الجوية البريطانية. أعلنت وزارة الداخلية مدى فعالية المرحلة 23 مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية حتى نهاية الشهر الجاري لتوفير السلع بتخفيضات تصل إلى حوالي 60% تخفيفا على كاهل المواطنين. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. حيثما توجد مبادرة كلنا واحد توجد التخفيضات على كافة أنواع السلع، فالمرحلة 23 من المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية برعاية رئيس الجمهورية وقررت مد فعالياتها حتى نهاية شهر ديسمبر، وفرت كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل إلى 60%، وهي امتداد لمراحل المبادرة السابقة التي انطلقت للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية، وهو الهدف من حرص الوزارة على مد فعاليات المبادرة. حبك علينا بلدي فرد وهنبقى جنبك للنهاية. مشاركة واسعة من كبرى السلاسل التجارية وأفرعها المنتشرة على مستوى الجمهورية في هذه المرحلة من المبادرة، والتي تصل إلى 34 سلسلة ب 1051 فرعا على مستوى الجمهورية، وكلها موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. مشتركين في مبادرة كلنا واحد من أول ما بدأت، بنوفر كل السلع من رز، مكرونة، سكر، كل السلع موجودة بكميات كبيرة ومتوفرة وبأسعار مخفضة تحت إشراف وزارة الداخلية. بشكر فعلا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة الجميلة اللي بيعملها، لأن فعلا الأسعار في متناول الجميع. يعني أنا تملي باجي هنا باخد كل السلع الاستراتيجية الموجودة هنا. الحمد لله رب العالمين، الحاجة متوفرة جدا، مبادرة كلنا واحد شغالة على حاجات كتيرة جدا، الأسعار ممتازة، كل حاجة الحمد لله فضل الله متوفرة، وده بفضل توجيهات السيد الرئيس. أنا اللي دايما ببقى واقف ليكي سد، ما بسيبش فرصة لأي حد يمس حبة من ترابك. وحرصت الوزارة على التنسيق مع كبار التجار والموردين لإقامة شوادر وسرادقات بالشوارع والميادين الرئيسية تتضمن معروضا كبيرا من السلع المتنوعة بالتخفيضات المعلن عنها. استمرار فعاليات المبادرة حتى الآن بيترجم حرص وزارة الداخلية والسادة العارضين والمشاركين في المبادرة على تنفيذ تعليمات السيد الرئيس، وهي ضرورة الوجود مع المواطن، ضرورة توفير السلع الاستهلاكية اللي بيحتاجها المواطن. فاحنا بنطمن المواطنين من اللي هم المبادرة معاكم موجودة في كمية كبيرة جدا من المعروض، ودي كانت توجيهات السيد الرئيس، وبنفس الأسعار مفيش أي زيادة فيها إطلاقا. الأسعار كويسة لحد كبير، وكل السلع موجودة وسعرها أرخص من بره، في الخصومات كلها شغالة. نشكر الرئيس طبعا على المجهودات اللي معمولة دي، ونشكر وزارة الداخلية على المكان اللي متوفر هنا، وتوفير مكان أو حاجة بالأسعار اللي زي دي مختلف عن الأسعار اللي بره، دي حاجة كويسة يعني. والله كنت جاي الخيمة في مبادرة كلنا واحد، لقيت كل حاجة موجودة وكل السلع موجودة، وحتى الرز اللي كنت بلاقوش بره وتملي باجي الاقيه هنا موجود، والاسعار خياليه في متناول الجميع. وبنشكر سياده الرئيس وكل وزاره الداخليه كلها ومبادره كلنا واحد. انا اللي دايما ببقى واقف ليكي سد، ما بسيبش فرصه لاي حد يمس حبه من ترابك. كما تم توجيه قوافل من السيارات المحمله بالسلع الغذائيه الى الشوارع والميادين الرئيسيه والاماكن الاكثر احتياجا لبيع السلع للمواطنين باسعار مخفضه في اطار المبادره بنسب تصل الى 60%. مبادرة كلنا واحد بالتعاون مع وزارة الداخلية أتاحت لنا الفرصة، ساعدتنا كتير في التنسيق، إن إحنا بنروح الميادين والقوافل، بنخش الكرة في أماكن كتير. إحنا عاملين كميات كبيرة من الأرز متاحة من وزارة التموين بالتعاون مع وزارة الداخلية وبأسعار مميزة جدا. ومش لازم المواطن ياخد كميات كبيرة، كده كده العربيات موجودة كل يوم وبتوفر كل الأصناف، فالمواطن قادر ياخد المنتجات اللي هو محتاجها بس، وكده كده العربيات موجوده على طول وبتوفر كل الاصناف. المبادره بتاع كلنا واحد جميله صراحه، يعني السلع متوفره كلها، والرز والسكر وكل حاجه، الاسعار جميله، فرق عن بره طبعا. احنا بره بقى الحاجات دي اغلى، فيا ريت المبادره تبقى موجوده على طول. انا جبت رز وزيت ودقيق لبيتي بصراحه، حاجات جميله جدا، وبشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي وبشكر وزاره الداخليه. ربنا يخليك يا سيسي يا رب لمصر والشعب مصر. منظومة أمان ومن خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا على مستوى الجمهورية تتوفر فيها السلع تشارك في المبادرة بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام، وجميع المنافذ موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. مصر الكبيرة.
كما قامت منظومة أمان بتوفير عبوات تحتوي سلع غذائية متنوعة وطرحها على المواطنين بأسعار رمزية. والله حاجة ب 150 جنيه السيسي يعملها لنا ب 50 جنيه، كتر خيره والله. فيها كيس مكرونة، كيسين مكرونة وواحد رز وواحد سكر وواحد زيت وفي تونة، فأنا شايف إن الحاجات اللي فيها بصراحة أكبر بكتير أكتر من القيمة اللي هي موجودة في اللي احنا دفعناها ال50 جنيه. شكرا يا ريس على المبادرة اللي حضرتك عاملها لنا، والأسعار كويسة جدا واحنا كلنا مستفيدين منها، وتحيا مصر. حبك علينا بلدي فرد وهنبقى جنبك للنهاية. وتستمر فعاليات مبادرة كلنا واحد لتحقيق مزيد من تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل المتغيرات الدولية التي تؤثر على أسعار السلع، وبهدف تحقيق التكافل مع المواطنين. مبادرة كلنا واحد مبادرة إنسانية واجتماعية تحرص وزارة الداخلية على استمراريتها من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، وهو ما تسعى إليه المرحلة 23 من المبادرة التي توفر احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع بتخفيضات كبيرة تصل إلى 60%. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. أما وزارة الداخلية فتواصل حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع وضبط الأسواق وكذلك قضايا البيع بأسعار أعلى من الأسعار الرسمية. الوزارة تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 640 قضية تموين ومضبوطات بلغت أكثر من 780 طنا من المواد الغذائية وغيرها. في مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 25 طنا. وفي مجال حجب الأرز الشعير والأبيض والبيع بأسعار أعلى من الأسعار الرسمية تم ضبط حوالي 720 طنا. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بهدف البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 42 طنا. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 900 قضية، منها 205 قضايا عن خبز ناقص الوزن والباقي عن خبز غير مطابق للمواصفات. افتتحت وزارة الأوقاف 45 مسجدا في عدد من المحافظات ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من مساجد جديدة في العام الحالي إلى 429 مسجدا. وقد أدى وزير الأوقاف ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وعدد من الصحفيين أدوا صلاة الجمعة اليوم بمسجد صحيفة الأهرام، وذلك بعد إعادة تطويره ورفع كفاءته. وقد أكد الدكتور محمد مختار جمعة أن افتتاح المساجد الذي يحدث في مصر غير مسبوق في تاريخ الدول الإسلامية، مضيفا أن جميع مؤسسات الدولة تعمل معا في قضية بناء الوعي. في ضوء الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، يظهر دور مصر جليا بشكل مؤثر في المنطقة العربية بأكملها. فمنذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2018 عاما لذوي الاحتياجات الخاصة، تعمل كل مؤسسات الدولة على رعاية أصحاب القدرات الخاصة. ومن داخل المدينة الشبابية بالعاصمة الإدارية انطلقت فعاليات يوم التحدي. النهاردة احنا عاملين أكثر من 130 حفلة على مستوى الجمهورية لدعم ذوي الهمم، والنهاردة عاملين ماراثون للصم والذهني والمكفوفين بهدف ان احنا نعمل دمج للولاد، وكل الحدث ده تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل الجمعيات الخاصة بالتحالف والشريكة داخل التحالف ال24 بممثلين عنهم موجودين في كل المحافظات على حسب تواجد المكاتب بتاعتهم بيشاركوا اليوم ده، لأن هم دول الأبطال الحقيقيين، أبطال التحدي اللي احنا موجودين معهم النهاردة. البهجة اللي على وشوشهم، الفرحة اللي بتترسم من المتطوعين معاهم، بعتقد ان هم اللي بيدونا هم طاقة أكتر بكتير من اللي احنا جايين فاكرين احنا هنسعدهم بيها. يوم التحدي هو مبادرة تم إطلاقها من خلال إحدى الجمعيات الخيرية لتقدير أبطال التحدي، وتهدف إلى تسليط الضوء عليهم وعلى حقوقهم في المجتمع. أنا مبسوطة جدا إن أنا قابلتكم، وفرحانة جدا إن أنا جيت معاكم وأشارك في الحاجات اللي حضرتكم هتعملوها. شعور جميل جدا هو مع أصحابي ومع ناس يعني أول مرة أشوفهم وناس كويسين جدا، وإحساس حلو يعني جميل. أنا اشترك إن أنا مبسوطة. هلعبوا على بعثم بي فازيون شاشة حاجة.
تطلق الجمعية الاحتفال بيوم التحدي في الجمعة الأولى من شهر ديسمبر من كل عام على أن تتضمن الاحتفالات ماراثون للألعاب الرياضية ومسابقات ويوم ترفيهي للأطفال. مع احتفالات مصر بأبنائها من ذوي الهمم تحت قيادة الرئيس الإنسان عبد الفتاح السيسي، انطلقت فعاليات يوم التحدي لتعكس رقي المجتمع المصري واهتمامه بتقديم الدعم الكامل والمستمر للتحديات التي تواجه ذوي القدرات الخاصة كواجب إنساني ووطني. من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، أمل صبري، النيل. إذا مشاهدينا، كان هذا تقريرا عن احتفالات مصر بيوم الإعاقة، حيث أقامت إحدى الجمعيات الخاصة للأطفال مجموعة من الفعاليات إحياء لهذا اليوم. أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن افتتاح المساجد الذي يحدث في مصر غير مسبوق في تاريخ الدول الإسلامية، مضيفا أن جميع مؤسسات الدولة تعمل معا في قضية بناء الوعي. وبنأكد أن هذه الافتتاحات التي تحدث في مصر الآن غير مسبوقة لا في تاريخ الدولة المصرية ولا نعلم أي دولة من الدول الإسلامية أو أي دولة في العالم يحدث فيها تتابع الافتتاحات بهذا الكم الذي نعنى به في العناية ببيوت الله عز وجل في مصرنا العزيزة. ده بيأكد أن كل مؤسسات الدولة كما يوجه سيادة الرئيس نعمل معا في قضية بناء الوعي، سواء المؤسسات الدينية، المؤسسات الإعلامية بما فيها طبعا الإعلامية تشمل المؤسسات الصحفية، المثقفون والكتاب، لنا رسالة واحدة يعني نبني واعيا صحيحا. هذا المسجد اللي احنا بنشرف النهاردة بالصلاة فيه، ده المسجد الكبير بمؤسسة الأهرام في الشهر ده، بنحتفل بمرور 147 عاما على إنشاء هذه المؤسسة العريقة. الحقيقة سيادة الوزير لم يتأخر على الفور، يعني بادر بتقديم كل ما يمكن تقديمه في سبيل تجديد هذا المسجد من فرش، وده الحقيقة بيأتي في دور كبير بتقوم به وزارة الأوقاف سواء في تجديد المساجد أو إنشاء مساجد جديدة. إذن كانت هذه مجموعة من التصريحات للسيد وزير الأوقاف متحدثا عن افتتاح عدد من المساجد في مصر. مشاهدينا، بعد قليل تكون الوقفة الحوارية في هذه الحلقة من برنامج من القاهرة، حيث فيها نلقي الضوء على آخر التطورات الخاصة بمبادرة حياة كريمة وآخر المشروعات التي انطلقت وانبثقت من هذه المبادرة. نتابع التفاصيل في هذا التقرير وبعده نبدأ الحوار.